السلام عليكم، وعليكم السلام على الشيخ تفضل معايا. أبو علي. أبو علي حياك الله اخوي ابو علي، ابو علي المهتدي. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل ابو علي. يا ريت الاخوه الكرام الكلام اعجاب واشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات فضلا وليس امرا. تفضل ابو علي. يعني جواب ان الامام علي من حقه يتزوج. ما انا عارف والله يا ابو علي انه من حقه يتزوج، تمام؟ يعني احنا عند اهل المسلمين انه من حقه يتزوج، ولكن عند الشيعة قالوا لا يوجد امرأة كفء لعلي الا فاطمة. طيب انا هضرب القنبلة. زوجات هؤلاء زوجاته في الدنيا والآخرة ام لا؟ طبعا زوجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. ممتاز. وهل يكون في الآخرة مع علي امرأة غير كفء في الجنة معه؟ مع أجليات جواب ماذا أسمع؟ هل تكون في الجنة مع علي امرأة غير كفء له؟ لا، كل زوجاته مع انتهت كذبة الشيعة الاثنى عشرية بأن لولا فاطمة ما كان هناك كفء لعلي. بس خلاص. هذا خطأ، كله خطأ، كله خطأ، ازاي كله خطأ؟ كله خطأ، لأن كل كلام المعممين خطأ. بس كده يا طيب، ده اللي احنا عايزين نوصله. شكرا ليك اخويا الحبيب ابو علي، وجزاك الله كل خير يا طيب. ممنون. يعني حاضر حاضر تكرم حاضر يا حبيب، حاضر. تكرم يا طيب. كده ضربنا اول قنبله، لسه في قنابل تانية، تمام؟